برعاية كريمة من بيت الزكاة الكويتي، نظمت الجمعية الكويتية الأندونيسية نظموا احتفال بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية الكويتية بقرية الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح الخيرية في منطقة جاروت بجاوة الغربية في أندونيسيا. تضمن الاحتفال الذكرى 61 لاستقلال دولة الكويت والذكرى 31 للتحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم. الأغاني الوطنية اللي لقت استحسان كبير من قبل الحاضرين. كذلك حظى هذا الاحتفال هذا العام بحضور عدد من أهالي قرية الشيخ صباح الأحمد الخيرية التي تعد شاهدا على عطاء دولة الكويت وشعبها غير المحدود في أندونيسيا، هذا بجانب مبادرتها في إغاثة المحتاجين بمختلف أنحاء العالم. طبعا ومع ما نعيشه من احتفالات بالأعياد الوطنية، تجسد الجمعيات الخيرية رافدا هاما في موكبة تلك الاحتفالات داخل وخارج دولة الكويت من خلال مساهماتها الكبيرة عبر جهودها التطوعية في إثراء هذه الاحتفالات. بالفعل تحرص الجمعيات الخيرية وغيرها من جمعيات الصداقة والتعاون الكويتية يحرصون على التأكيد على الروابط ما بين الدول من خلال توطيد العلاقات المشتركة عبر احتفالات الأعياد الوطنية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا داخل الاستديو المهندس أحمد الهولي، وهو المشرف العام على قرية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيرية في أندونيسيا. نصبح عليك بالخير مهندس أحمد، حياك الله. صبحكم الله بالخير والله يسعدنا وياكم، وشكرا على استضافتي في هذا اللقاء. حياك الله، جزاكم الله خير، يعني اشكركم. حياك الله، يعطيكم العافيه طبعا على هذه الاعمال اللي تقومون فيها باسم الكويت. يعني لو اريد نتكلم عن هذا الاحتفال اللي شفنا منه لقطات قبل قليل عبر شاشه العالم، يعني لو نتكلم عن هذا التنظيم الاحتفال اللي نظمتوه في اندونيسيا ومشاركه الاطفال اللي شفنا صورهم وسعداء ولابسين اعلام الكويت في هذه المناسبه. نعم، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ليس الاحتفال الاول، من سميت القريه باسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه في 2011 إلى يوم كل سنة نحتفل في سفارتنا في دولة أندونيسيا. هناك احتفال لكل دول العالم يحضرون احتفال دولة الكويت، وطيرنا طابع الاحتفال الأندونيسي لاحتفال دولة الكويت بأناشيد الكويتية كلها من أطفال أندونيسيا أيتام تربوا في القرية عندنا. هذيل الحين الصور اللي قاعد نشوفها مهندس أحمد، هذيل كلهم يعني أطفال أندونيسيا، ولكن لبسناهم ملابس كويتية. شلون تفاعلوا مع الأغنية والرقصة الكويتية؟ نعم، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وحب الأطفال. الشعب الأندونيسي حبهم للكويت، لأن اللي عاش في قرية صاحب السمو رحمة الله عليه شاف النعمة وشاف العمل والدعم اللي ما له نهاية، سواء من بيت الزكاة. يعني احنا حقيقة نشكر بيت الزكاة ونشكر الأمانة العامة وكذلك كل الجمعيات ساندت إلى هذا الدعم. فبفضل الله سبحانه وتعالى قمنا في تطوير العمل للقرية بحضور دكاترة وأساتذة وفي علم النفس وتربيتهم وتعليمهم وتركيز عليهم باللغة العربية. وكان شيء حقيقة يعني ما كنا نتوقع أنه هم يقدمون شيء سريع لنا في بالفعل اللغة العربية وانطلاقة بالشعر، شيء ما تصور. وكذلك متفاعلين، أنا أشوف من خلال الصورة متفاعلين. كذلك يعني هنا في الاحتفاليات شوف شاركنا التراث الأندونيسي مع التراث الكويتي. لاحظت أيضا ممتزجة الأعلام الكويتية مع الأعلام الأندونيسية من خلال الأطفال اللي شفناهم. طيب على مستوى الحضور مثل ما تشوفين مها، يعني بالفعل الحضور اللي موجودين داخل هذه القرية، والقرية تبارك الرحمن قرية كبيرة صحيح؟ نعم، مساحتها 130 ألف متر وفيها حوالي 1500 طالب سكن داخلي يدرسون المرحلة المتوسطة والثانوية، وفيها تقريبا 500 يتيم ويتيمة يعيشون داخل، حياتهم كلها داخل السكن. يعني يروحون بالسنة في شهر رمضان الأيتام يروحون دهاليهم فقط. أستاذ أحمد، يعني هذه القرية الحين يا ريت لو نوضح الصورة أكثر للسادة المشاهدين. احنا كنا نتكلم يمكن تحت الهواء وحضرتك ذكرت أن هذه مو أول قرية يحتل ولن تكون الأخيرة، في عندكم أيضا مشاريع مستقبلية. خلينا نتكلم عنها ونوضح للسادة المشاهدين شنو هي هذه القرية وشلون قامت
وشنو النوايا اللي ممكن تقدم للاطفال؟ اي نعم، احنا الجمعيه الاندونيسيه الكويتيه معتمده من وزاره الخارجيه الكويتيه وتحت مظله الهيئه الخيريه والجمعيات الرسميه اللي في الكويت، حلقه وصل بيننا وبين الجمعيات في الكويت وبين الجمعيات اللي في اندونيسيا. فهذه اول قريه بدينا فيها كانت مساحتها 1000 متر، يعني ماكو شيء، صحيح بناء ولا شيء، وفيها 30 يتيم. الى 2011 قام يعني سعاده السفير ناصر العنزي بذاك الوقت، هو سفيرنا في اندونيسيا مع الدكتور عبد الله المعتوق في الهيئه الخيريه، طرحنا لهم ان هاي القريه ودنا نسميها باسم قريه صاحب السمو، فقال ناخذ الاذن من الديوان، وبحمد الله تمت الموافقه. وكانت انطلاقه حقيقه غير طبيعيه في هذه القريه، واتسعت وبنى المباني من كل مكان، بيت الزكاه والامانه العامه وزاره الاوقاف وكل، وعبد الله النوري، جمعيه عبد الله النوري، كلهم قاموا بدعم هذا المشروع. فقمنا بالحفلات الى ان هناك يعني نعمل حفله في اندونيسيا، وكذلك مبره الصانع قاموا بالكويت ويابوا الايتام ويابوهم في فندق ريجنسي عندهم. يابوهم من؟ نعم من اندونيسيا؟ من اندونيسيا الى الكويت. قمنا بحفلات وحضور المتبرعين اللي قاموا في دعم، لان احنا لا ننسى دور فضل أهل الكويت، يعني حقيقة هذا البلد بلد. مهندس أحمد، إحنا ودنا نعرف اليوم الجهات اللي أنت ذكرتها قبل شوية تقدم كل ما من شأنه لإسعاد هؤلاء الأيتام اللي عددهم قلنا كم تقريبا يوصلون؟ نعم، في هم العدد الكلي 1000 يتيم. 1000 يتيم، جميل. اليوم الرعاية لـ1000 يتيم ليست فقط سكن، وإنما سكن ومأكل. نعم. وتعليم وصحي يعني إشراف كامل. نعم. لمدة سنة كاملة فقط في رمضان يروحون عند أهلهم يرمضون ويرجعون. نعم. مرة ثانية فالكويت. نعم. محتوية هؤلاء الأيتام احتواء نقدر نقول كامل. نعم نعم، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا حبهم لهذا يعني الأمر الذي يعيشون فيه أهل أندونيسيا، حقيقة فرحة ما توصف. يعني هم حبهم للكويت، يعني في كل ما يقصدون قصيده يتمنون، يعني يقول احنا ولانا للكويت وحبنا للكويت بعد بلدنا اندونيسيا بسبب الاحتضان. طبعا اكيد هذا الاحتضان يولد نوع من. نعم. المحبه الخالصه والولاء. نعم. اللي اكيد من يحتضن هذا الطفل. الاطفال. نعم. استاذ احمد، نتكلم الاعمار يعني اللي يتم احتوائها من الى تقريبا. نعم. شنو هي الاعمار؟ نعم، بالنسبه للايتام من 6 سنوات الى 18 سنة، لان نظام بيت الزكاة نظام متكامل، لان اي متبرع او محسن من الكويت يعمل استقطاع عن طريق بيت الزكاة، وبيت الزكاة حقيقة لهم دور يعني راقي في التعامل مع المتبرعين مع المحسنين بتوصيل التقارير والمتابعة، ويتابعنا كيفية الوضع اللي موجودين فيه الايتام. جميل. من ناحيه الملبس والماكل مثل ما القريه منفصله من الجنسين من الذكور ومن الاناث. نعم نعم. طيب لما يكبرون هذيلا بعدين يبدون حياتهم بشكل عادي في عملهم وجامعتهم وشغلهم. الحمد لله احنا عندنا في داخل القريه يعني التعليم، نمشي على منهج التعليم في اندونيسيا، وزاره التربيه الاندونيسيه. نعم، ولكن عندنا مراكز تدريب بنتها بيت الزكاة قامت بناء، وجمعية عبد الله النوري والهيئة الخيرية مراكز تدريب للبنات والأولاد. بعد ما يتخرج يصير 18 له الفرصة إنه يعمل عنده مهنة، إذا كانت يعني البنات عندهم الخياطة والحاسب مهنية داخل القرية. نعم، وكذلك الأولاد عندهم نجارة وتعليم ميكانيكا، يعني عنده مهنة، عنده شهادة وعنده مهني يعني مهنية. كذلك هناك عندنا فرص منح دراسية تقدمها لنا جمعية عبد الله النوري والهيئة الخيرية وبيت الزكاة. جميل. منح دراسية كذلك، يعني ما يتركونهم، يعني ليس فقط. نعم. فقط تعليم إنما تأهيل أيضا. بالضبط، هذا. نعم. شيء جدا مهم، هذه خطوة هي الأساسية. نعم. ليمضي هذا. نعم. الطفل اللي أصبح شاب وأصبح فرد من أفراد المجتمع لازم يكون مستعد. نعم. بعد هذه الحياة التي تختلف عن الحياة اللي إحنا نعرفها. صحيح. ليعيش بين الناس. أنا أشوفها مها هو ليس احتضان فقط وإنما احتواء وتأهيل، وحتى إن
يتأكدون أنه هو وصل في الحياة، أنه يستطيع أن يعيل نفسه وتكون عنده إما شهادة أو حرفة أو مهنة يستطيع من خلالها مجابهة الحياة. طيب هذا العدد اليوم 1000، هل عندكم النية بحيث أنه يكون 1000 2003؟ نعم، إحنا عندنا 4 قرى، قرية صاحب السمو رحمة الله عليه، والقرية الكويتية، وقرية الأزهار، وقرية الرفاه. هذه 4 قرى كلهم فيهم تقريبا ما يعادل العدد، يعني الطلب عدد الطلبة فوق 10,000. جميل. ونحتويهم في تربيتهم وتعليمهم، ويوجد أكثر من 800 مدرس ومدرسة، وفي أخصائيين ومشرفين، يعني عدد هائل. وبفضل الله سبحانه وتعالى هناك الروح الأندونيسية بالحب والتعاون معنا. جميل. لإنجاح هذا العمل. شيء جميل. ولهم حب يعني لا يوصف للكويت، خاصة الأطفال. لما تقولي الأطفال تشوفينهم يعني ينتظرون، مشتاقين متى يسوون الحفل. العام الماضي صاروا ينطرون، يعني صاروا ينطرون العيد الوطني اكثر منا. يمكن احنا لاحظنا امانه البهجه فعلا. نعم. يعني كانوا مستانسين وهو قاعدين. نعم. يقدمون هذه العروض. نعم. استاذ احمد، القريه القادمه متى ستكون وما ستكون؟ شنو الخطه، شنو الاحتواء اللي راح يكون في هذه؟ نعم. القريه القادمه ان شاء الله. اول شيء نشكر احنا سعاده الوزير الاستاذ عيسى احمد الكندري وزير الاوقاف ورئيس لجنة بيت الزكاة، حقيقة في تعاون الآن بينه وبين الأمانة العامة لعمل طرح قرية الشيخ نواف الأحمد الصباح، طول بعمره إن شاء الله ويحفظه يا رب. فهناك الفكرة أن راح تكون قرية جديدة باسم الشيخ نواف إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا الترتيب ليس ترتيب والله هذه قرية، لا، هناك سعادة السفير عبد الوهاب الصقر في اندونيسيا سفيرنا مع المستشار عبد الله الفضلي، هم يتابعون هذا الموضوع ويقعدون مع المسؤولين الكبار في اندونيسيا ان تسمى هذه القريه. حقيقه مو الشعب، الحكومه نفسها يرحبون في يعني في الجمعيات الكويتيه ما تقدم فيها من دور طيب يعني. نعم. سؤالنا الاخير مهندس احمد، هذه القرية قرية الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه وقرية الشيخ نواف عسى الله يطول بعمره، هي من القرى اللي تكون تحت مظلة دولة الكويت، وهنالك جهات لها تاريخ طويل في جانب العمل الخيري. على صعيد الأشخاص اللي الحين وده يساهم بأن تكون له بصمة وسهم ياخذ أجره في يوم القيامة إن شاء الله من خلال الناس العادية، يقدر يساهم معاكم بحيث أن تكون له مثلا حصة في مساهمته في هذه القرية؟ اي نعم، هذا شيء موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. دائما التعاون، وهذا بيت الزكاة فاتح الباب لهم لأي مساهمة سواء، ويبي يحددها يقول. نعم. أنا والله بشيل هالمبلغ سهمي. نعم. حق الأيتام. نعم. في قرية صباح الأحمد. نعم. اللي في أندونيسيا أبي أساهم فيها. نعم، هاي موجودة. وكذلك من الهيئة عندنا يتركون ثلث الورثة أو شيء إلى الجمعيات الخيرية عندنا الخيرية. يعني عندنا رحمة الله علي الهيب يعني قدم لنا مشاريع وقفية وخيرية لنا في هذا المكان. واللي يبي يساهم وين يكم؟ بيت الزكاة أو جمعية عبد الله النوري أو يعني أي جهة خيرية نستقبل. كلها لها علاقة بقرية الشيخ صباح الأحمد. نعم نعم نعم، قرية صباح الأحمد هي مركزة الآن على بيت الزكاة. ماذا عن دور التطوع عفوا؟ هل في مجال للتطوع لمن يرغب بالمساهمة الفعلية؟ هذا احنا شرف لنا، خاصة عندنا أخوات وأخوان يستاهمون معنا. شنو تقصدين بالتطوعين؟ تطوع مثلا شخص انه يسافر مثلا ويشاركون، يعني في ناس قدرات عندهم في الالحان والكويتيين مثلا وده يروح مثلا. نعم. خلال فتره يقعد. نعم. مثلا يساهم ويرجع، والله فكره حلوه. حلوه. نعم. جدا. نعم. حلوه. ايضا في سؤال قبل الاخير، اسف الموضوع جدا شيق، وادري ان اهل الكويت تتهمها مثل هذه المواضيع، باب الخير الموضوع الاحتضان. يعني في بعض دور الرعايه تحتضن طفل معين، يقول لك مثلا هذا الطفل انا اهتم فيه من الى، يعني من بدايه دخوله. نعم. لهذه القريه حتى تاهيله ويتم خرطه في المجتمع. هل في هناك هذا البرنامج، برنامج الاحتضان من بعيد، يعني اكون انا اهتم فيه من الكويت وهو موجود في اندونيسيا، لكن انا اهتم في تكاليفه، في تعليمه، في صحته وما شابه؟ هذا اللي قاعد يتم كلامك، يعني انت تكفلين عندنا كفاله بقيمه بالشهر 15 دينار عن طريق بيت الزكاه. هذا الاستقطاع بيت الزكاة يقوم بالدور، يتابع اليتيم أو الطالب في الدور، شنو مأكله وشنو مشربه وشنو مستوى الدراسي العلم، حتى مستوى الدراسي شلون مؤهل،
والله يعني كثر الله خيرهم، يعني احنا مرتاحين الحمد لله. احنا الدور للجهات الحكوميه بهذا الدور قاعد تقوم دور طيب معنا، دوله يعني الكويت مو مقصره، مو مقصره يعني هذا شيء صدق ترى يعني. هنالك يعني في بعد احنا دائما ناخذه من الجانب السياسي، في بعد سياسي استراتيجي لوضع الكويت في على الخارطه، بحيث ان احنا ليش رحنا لاندونيسيا؟ هذه الدبلوماسيه اللي انتهجها رحمه الله عليه الشيخ صباح الاحمد، بان تكون دوله الكويت مركز العمل الانساني وتمتد، وعلى نهجه ايضا يصير الشيخ نواف عسى الله يطول بعمره في هذا النهج. احنا نبي قريه الشيخ نواف ان شاء الله تكون توأمه لقريه الشيخ صباح ان شاء الله، نسال الله ذلك، وهي تحت مظله الامانه العامه للاوقاف، يعني حقيقه ان شاء الله بدنا قدمنا لهم الدراسه، وسعاده الوزير ان شاء الله ما راح يقصروا ويانا في هذا الدور، واهل الكويت وكل الجمعيات يعني عندهم دور عظيم، يعني احنا مو بس الكويت حقيقه، دول الخليج ودها تشارك، ولكن مو ملحقين على اهل الكويت في مشاركتهم في القرى، وعدد كبير عندنا يعني ما شاء الله من القرى، وعدد كبير، وهي تطور حقيقه شيء جديد في العمل الخيري في اندونيسيا، وهذا اللي حافظ لنا الدين. نعم. هذا اللي حافظ لنا الدين. والله صدقت. نعم الله يعطيكم الف عافيه على هذه الاعمال الجليله التي تقومون بها باسمنا ككويتيين وباسم الكويت. المهندس احمد الهولي المشرف العام على قريه الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح الخيريه في اندونيسيا، جزيل الشكر على وجودك معنا على توضيح هذه الاعمال الجميله التي تقومون بها باسم الكويت. جزاكم الله خير. شكرا لك. شكرا.